هل واجهتم جيشا محترفا؟ في البداية الوحدات اللي موجودة على طول الحدود كانت قوات محترفة وقوات نظامية. إذن لما لا تراجعت وانهزمت؟ تراجعت لأنه كانت في مرحلة غير مستعدة لصد هجوم كبير على هذا المستوى من الجيش العراقي. بعد أن يعني متى شعرتم أن الإيرانيين قد استعادوا صفوفهم أو نظموا صفوفهم من جديد وبدأوا بالهجوم الآخر؟ أول هجوم مقابل نعتبره هو 5/1/1981. أين في أي منطقة؟ في منطقة سيف سعد، وبعض النجاحات البسيطة في منطقة دانا خشك، واستمرت إلى منطقة مضيق حاجين. هذه النجاحات الأولى أو الإشارات الأولى لهجوم مقابل إيراني. الأسلحة التي كانت تتدفق على العراق ما هو مصدرها باعتقادك؟ لم تكن هنالك أسلحة تتدفق، ولكن كان هنالك جيش معد ومسلح ومنظم. كم كانت عدد فرق الجيش العراقي؟ 12 فرقة؟ كانت يعني الحقيقة 11 فرقة، وعدد الألوية 37 لواء قتالي. يعني ألم يعني تحدث اختراقات من قبل الجيش الإيراني للجيش العراقي في عدد من القواطع في ذلك الوقت؟ في ذاك الوقت كان هنالك خطوط التماس في العمق الإيراني، ومثل ما قلت لك 5/1 أول هجوم مقابل كبير على مواضع هي داخل الأراضي. لكن يسجل على الجيش العراقي أنه مارس عملية النهب منذ ذلك الوقت عندما دخل الجيش المدن الإيرانية المحمرة وبعض المدن الحدودية، قصر شيرين وغيرها. والله أنا هذا الموضوع اتهام غير صحيح. عملية الدخول أي قوات معينة في منطقة معينة، وهذه المناطق يعني سيادة الفريق، يعني جيش يدخل مدينة، أهالي قصر شيرين تركوا مدينتهم وهربوا بكامل معدات بيوتهم، وأنا كنت مراسل حربي في ذلك الوقت، دخلت إحدى المدن الإيرانية في الجنوب الأبسيتين أعتقد كانت، ووجدنا البيوت يعني الإيرانيون قد غادروا بيوتهم توا، يعني جيش يدخل، هل تعتقد أن الجنود محصنون؟ لا، هو كل واحد راح تبقى على درجة تربيته وأخلاقه، ولكن كموضوع نهب وسلب مبرمج أو هي غاية من غايات الجيش لم تكن. لم أقصد غاية، ولكنها يعني سلوك شابه مسيرة الجيش في ذلك الوقت. لا، لم يكن هذا يعني سلوك، ولكن هذه أعمال فردية قاموا بها أشخاص، مثل ما موجود في أي جيش من جيوش العالم، فيها الصالح وفيها الطالح، وخاصة في الحروب وعندما لم تغيب القيادات الإدارية في المناطق السكانية يحدث مثل هذا. من كان يدير الحرب العراقية الإيرانية؟ شكلت قيادة عامة في بداية في منتصف في ضبط 18 أيلول على ما أظن 18 أيلول 1980، بقيادة الرئيس صدام حسين، وقيادة عامة من المساعدين من كبار ضباط الجيش العراقي، وكان هناك نائب قائد عام قوات مسلحة هو عدنان خير الله، وكانت وزارة الدفاع بكامل إمكانياتها ورئاسة أركان الجيش. كانت أوامر صدام حسين تأتيكم مباشرة؟ يتدخل بالتفاصيل العسكرية للحرب الفنية؟ لم يتكن هنالك يعني ضرورة أن يدخل إلى تفاصيل، وإذا كان هنالك بعض التوجيهات إلى القادة، يعني إحنا في ذاك المستوى على مستوى أمري وحدات. هل كانت هناك خطط عسكرية عميقة ومحكمة كانت توضع للوحدات العسكرية لكي تتبعها في مواجهة الإيرانيين، أم كانت خطط ارتجالية؟ لا، هو كان هنالك تقدير موقف استراتيجي للحرب، وكان هنالك خطة استراتيجية للحرب، كان هنالك تصور عن طبيعة الحرب. بالتأكيد لم تكن هنالك يعني تصور أو خطط لحساب حرب طويلة. كان كل الحسابات اللي توقعها آنذاك من خلال خططنا أنه مجرد دخول القوات العراقية إلى هذه الأعماق سوف يجعل القيادة السياسية الإيرانية على أرض الواقع وتشعر أنه تواجه قوة لا يستهان بها، ولا يمكن تطبيق هذه السيناريوهات اللي طبقت في إيران تطبق في العراق، مما يجعلها أكثر واقعية وتتعامل مع الموقف السياسي تعامل منطقي. ودليل على هذا أنه يوم ليلة 4/5/1980 العراق أعلن وقف إطلاق النار. أطول مدة كانت في أذهانكم، يعني أطول مدة مفترضة الحرب كم كانت تستغرق الحرب باعتقادكم؟ يعني من خلال الـ يعني تفاصيل الخطة اللي وضعت،
على ما يبدو كان هنالك تصور لا يتجاوز 6 إلى 8 أسابيع. ولكن هذه الخطط يعني لاحظها الواقع بالتالي، يعني دولة تدخل حرب بافتراض أنها لا تستغرق أكثر من 6 أسابيع وإذا بها تستغرق 8 سنوات، باعتقادك كيف ينعكس ذلك على معنويات الجندي وعلى معنويات الجيش بشكل عام وعلى الخطط العسكرية وعلى الجانب السوقي في الجيش؟ الحرب الطويلة ما أعتقد هنالك أحد خطط إلى حرب طويلة يعني وهو متعرض أو هو بادي في عملية التعرض. دائما تظهر الحرب الطويلة نتيجة عدم تقدير موقف صحيح أو فهم صحيح لطبيعة الحرب. يعني العراق القيادة السياسية والعسكرية العراقية لم تكن تقدر الموقف بنحو صحيح، كان تقديرها لطبيعة الحرب أنها حرب قصيرة الأمد. وهذا خلل في الرؤية الاستراتيجية؟ هذا خلل في فهم طبيعة الحرب، وهذا خلل في الرؤية الاستراتيجية. قد تكون يعني حرب يعني تصمم على أساس أسابيع وإذا بها سنوات. طبعا لأنه يعني هو هنالك عامل بشري، هذا العامل البشري لا يوجد لو بالتاريخ، لكننا دعنا نستخدم لو كان صدام حسين يعلم أن الحرب ستطول إلى 8 سنوات، هل سيخوضها باعتقادك؟ أعتقد يخوضها بطريقة أخرى. كيف؟ قد يكون هنالك بدائل استراتيجية كبيرة، يعني ليست عسكرية، حرب يعني حرب سياسية تكون مثلا، قد تكون حتى عمليات على طبيعة العمليات العسكرية سوف تكون بطريقة أخرى، يعني بدل ما تندفع على طول الحدود المشتركة قد يكون هنالك أشبه بتنفيذ غارات معينة ثم على مستويات كبيرة ثم العودة إلى خطرها، تظهر للعدو قوتك وتظهر للعدو استعداداتك وقدراتك. قد تكون